فرض من القافلة دي ان احنا نعمل كشف مبكر لمضاعفات مرض السكر على العين. احنا اكيد ما كل زي ما كلنا ما عارفين ان مرض السكر ده من الامراض المزمنة اللي يمكن علاجها ومتابعتها بيبقى صعب شوية. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل حملة نوعي بيها المجتمع كله، وقررنا ان احنا نبدأ بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي من النوادي طبعا العريقة جدا والعزيزة جدا على قلوبنا كلنا. فاحنا هنا النهارده جايبين معانا كل العياده المتنقله بكل اجهزه الفحوصات عشان خاطر نقدر ان احنا نكشف على طبعا الاعضاء كلهم، بالاخص الاعضاء اللي عندهم السكر، عشان خاطر نقدر ان احنا نكتشف اي مضاعفات مرض السكر ده، ونكتشف المضاعفات دي في وقت مبكر عشان نعرف ننصح المرضى دول بيمشوا ان هم يمشوا في السكه السليمه، عشان خاطر ان هم يحافظوا مش بس على عينيهم ولكن على صحتهم كلها. ندوه عنوان بتاعها نحو حياه افضل لذوي الاحتياجات الخاصه. ذوي الاحتياجات الخاصه هو نفسه ذوي الاحتياجات الخاصه، هنحاول نحسن حياته. اهل ذوي الاحتياجات الخاصه، الوالدين والاسره والام بالذات، هنحاول نساعدهم انهم ازاي يعيشوا حياه افضل، ونساعد ذوي الاحتياجات الخاصه ان ازاي يمارس حياته بطريقه افضل. النادي الاهلي هيسعى لرؤيه عامه شامله جديده موجوده في المجتمع المصري، ولكن بخطوات قليله احنا هنحاول نعمل فيها طفره، اللي هي فلسفه وسياده دمج ذوي الاحتياجات الخاصه مع المجتمع. يعني كل ما يتطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر هنتكلم فيه، واللي عنده اسئله هنتكلم فيها، اللي عنده مقترحات هنتكلم فيه. وبعدين انا عايز اقول ان دور اللجنه اللي احنا بنحاول جوه النادي الاهلي ان يبقى كل ركن وكل نشاط في النادي الاهلي لازم يكون في جزء لذوي الاحتياجات الخاصه. وده الحمد لله احنا وصلنا يعني لمدى كويس في الموضوع ده، وبنسعى ان احنا نحقق اكتر واكتر ان شاء الله. انا داخل بالصدفه ما كنتش قريت الاعلان خالص، بس لقيتها فعرفت التفاصيل بالظبط، فكنت انا محتاج الخدمه ديت انا وابني، فبالتالي عملتها او داخل اعملها. يعني هي يعني حاجه كويسه ومجهود كبير قوي من مجلس الاداره، ومجهود يعني يشكروا عليه بصراحه، خدمات وفيره قوي بالنسبه للاعضاء.